بابا زوجي لاك زوجتني وات بيتزا لاي خلاص بونار واش بابا عجبتك الماكلة؟ عجبتني يعطيك صحة بونار لمزي يا بابا حاجة ما تغلى عليك تستاهلي ما خير حبيت نقول لك حاجة راهي في قلبي ما عادش كيفاش نجيبها لك اللي هي؟ مظاهر خداع بابا وانا كي يشوفوا الكركسة تاعي من برا هكذا يغلطوا فيا بصح انا الداخل دخلاني حنين وتأثر بالخف على بالي بونار حبوبة يا حبوبة عافاك تقولي بونار نبدا ندبدب وحدي قولي لاحق زوج سنوات بيتزا لاحق خلاص خلاص بونار شبعت بصحتك حبوبة سلمك عافاك دوك راني مدير تاع البطحة انا هو الزعيم ما كاش حاجة تمشي بلا بيا الدراهم كاع ما يخصوش والمستقبل مضمون الدراهم بالله هاي نعمر بيهم شكاي دوك ما رانيش نحسب راني نوزنهم ونعطيك سر انا الدراهم ما نحطهمش في البنك على بالك انا نتوسوس حبوبه يا حبوبه قوشي لاحق زوج سنوات بيتزا لاحق خلاص بونار انا عندي كلش في هذه الدنيا خصني حاجه واحده برك وشنو هي؟ مرا تفهمني ونفهمها وما هيش بعيد عن بيتزيريا هذه هي غير هنا في ذاك القبلي تاع الهريسه هاي مقابلاته اسمح لي بونا خذي راحتك يا بابا بابا ما عطيتيليش جواب اهدري ما تحشميش دوك نجاوبك شكون قالك حشمت شوف يا واحد الرهج شحال من خطاره تخطب فيا ما قبلتش مازال ما فهمتش روحك حيت من حوزتك على كاش حاجه تشفع لك ما لقيتش ما شباب ما قاريت ما تعرف تلبس حاسب روحك مدير البطحه يديروا مدير فيها يا واحد الكذاب انا راني هنا عجل الشتا ربيعه سير وتحرم عليا ما هاد الكماله ما تشوفها دوكا ربيعه عدات الشاك وانت بالك تعيط لي حبيبي ما تعيطيش الناس هما يتفرجوا خليهم يتفرجوا حشمت زعما يا وجه الحشمه طاردني على بيتزا بالفريت يا واحد الجيعان بونار هاي عيني وهاي الثانيه زيد تعيط لي خكاليتي يا خي